مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في أخبارنا الرياضية والتي نخصصها للحديث حول الحدث الرياضي المقام هنا في الجزائر، الألعاب العربية بعد هذا الفاصل. والبداية بالمشاركة الجزائرية وبتخصص الجمباز، أين تمكنت الرياضية لهنا سالم من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسة الجمباز، وبذلك ترتفع حصيلة الجزائر إلى 6 ميداليات في ثالث يوم بعد أن تمكن هلال متيجي من الظفر بالمعدن النفيس في اختصاص جهاز الحلقتين، كما حقق بلال بلاوي الميدالية البرونزية في نفس الاختصاص، في حين عادت الميدالية الفضية لسالم لهنا في منافسة جهاز العمودات الغير المتوازية. ولمزيد من المعطيات والتفاصيل يلتحق بنا على المباشر من قاعة الجمباز بوهران الزميل محمد أمين بقدوري ليوفينا بمزيد من التفاصيل. مرحبا بك أمين، ما الجديد عندك؟ أهلا أنيس، تحت هذه الأهازيج تختتم منافسة الجمباز هنا بالقاعة المتعددة الرياضات ميلود هتفي، والحصيلة الإجمالية هي 15 ميدالية للمشاركة الجزائرية، منها 6 ذهبيات 4 فضيات و5 برونزيات. اليوم الذهب تحقق عن طريق عليوات رزاقي ملك وسالم لهنا، بينما الفضة عن طريق حمادوش بلال، حميدي سهام، بوخاتم فاطمة الزهراء وحميدة جابر. ويرافقني في هذا المباشر رزاقي ملك صاحبة الميدالية الذهبية التي حققتها في الحركات الأرضية. ملك، مبروك عليكم، مبروك على الجزائر. الله يسلمك. صحيت، هذه أول مشاركة لي في الألعاب العربية، الحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية. المنافسة كانت فيها صعبة، الحمد لله خدمت لها، الحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية. نشكر والدي، ماما وبابا، شيخة تاعي، نشكر كاع اللي عاونوني، لا فيديراسيون، لي جوج، لي زونترينور، كاع عاونوني، الحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية، والعقوبة اللي مكتر إن شاء الله. كنت تتوقعي التتويج بالذهبية؟ أنا كنت دايرتها في راسي باش ندي لا ميداي دور، حبيت نديها والحمد لله تحصلت عليها. دايرتها هدف باش نديها، هدف تاعي عندي ميدالية ذهبية. بصفة عامة المنافسة كيفاش كانت؟ كيفاش تقيميها من ناحية المستوى الفني؟ المنافسة كانت جيدة من ناحية كلها، كانت جيدة المنافسة، الحمد لله حصلنا على الميداليات وطلعنا علمنا. اليوم بعد الانتهاء من الألعاب العربية، الموسم القادم تنتظرك استحقاقات من بينها تصفية الألعاب الأولمبية، ما هو الأهداف، ما هي الأهداف القادمة للموسم القادم إن شاء الله؟ إن شاء الله نتأهل الألعاب الأولمبية إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله نزيد نطلع علمنا ثاني إن شاء الله بإذن الله. كلمة أخيرة لتوجيها للناس اللي وقفوا معك في هذا التتويج. يعطيكم الصحة كاع اللي وقفتوا معايا، وانتو تريفيفا لالجيري. أنيس هكذا 1 2 3 فيفا لالجيري، والأفراح الرياضة الجزائرية مستمرة هنا في الألعاب الرياضية سواء في وهران أو حتى في العاصمة قسنطينة النبوية بازا. هنيئا لكل رياضينا أنيس. شكرا لك أمين بقدوري، وكل ألف مبروك للرياضة الجزائرية وخاصة لتخصص الجمباز. نواصل أخبارنا الرياضية، وفي المصارعة كانت حصيلة الجزائر جد إيجابية بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية بتحقيق 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات لكل من جباري عبد الجبار ومرابط عبد الملك وكذا أكالي عبد الكريم وأدم بوجملين، وفضية واحدة لدريدي محمد ياسين، فيما نال هشام كوشيت الميدالية البرونزية. إذن التصفيات متواصلة الآن في القاعة البيضاوية، نتابع أجزاء من التصفيات المباشرة بتعليق الزميل عمر جمعي.
في هذه المنافسة. الحكم ينبه كل مصارع أن يلتزم بالقوانين خاصة في المسك وتشابك الأصابع. لحد الآن النتيجة متعادلة مع أفضلية للعراقي الذي عاد في النتيجة. هكذا هي المصارعة الحرة. يلا يلا يلا، بإمكانك أن تفعلها، بإمكانك أن تفعلها. الحمل ودوران ما فيش نقطة. المدرب يطلب منه، كان بإمكانك أن تسحب الساق نحو الأعلى حتى تقوم بالدفع من الأمام. لحد الآن يلا يلا يا كاتب، أمامك 40 ثانية، أقل من 40 ثانية. بالتوفيق للجزائريين على أمل من تحقيق ميداليات كثيرة بالنسبة للنخبة الجزائرية. نمر إلى الرياضة الجماعية، وفي كرة الطائرة حافظ المنتخب الوطني الجزائري للسيدات على المرتبة الأولى بعد اليوم الرابع من المنافسة بعد فوزه بمبارياته الأربعة، وتصدرت بذلك سيدات الجزائر المجموعة بعد تحقيقها الفوز اليوم بثلاث أشواط دون مقابل أمام المنتخب القطري. يذكر أن سيدات المنتخب الوطني قد فزنا في المباراة الأولى على سيدات المنتخب الإماراتي بثلاث أشواط نظيفة، أما في المباراة الثانية فقد فازت رفيقات اللاعبة فاطمة الزهراء بن سالم على تونس بذات النتيجة. إذن وفيما يلي نتابع بعض التصريحات في ميكروفون الزميلة لبنى برويس. نتائج اللي قدمناها دوكا جوسكا بريزون، دونك اون جوي 4 ماتش 4 فيكتوار. جو تيان فيليسيتي ليكيب دو كاتار، على في على في اون بون بريستاسيون اجوردي. مالوروزمون جو بونس كيل سون اليميني دو تورنوي. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, on se focalise beaucoup plus sur notre niveau. On essaye toujours d'élever chaque match, d'élever notre niveau. Alhamdoulilah, on a fait ce qu'on a voulu, on a développé beaucoup de choses, on a pu faire des combinaisons et tout ça. Donc on s'est imposé dans notre jeu. Alhamdoulilah, on est fiers. Inch'Allah, tenir la demi-finale, on a repris, باش نتأهلوا Inch'Allah, le nihai. Le premier tour, on a joué sans faute. Inch'Allah, on a joué dans le nihai et le nihai. دوك الفرق النهائي باين بين الجزائر وتونس، ان شاء الله في النهائي نكونوا في الموعد ان شاء الله. في تخصص اخر، تمكنت صبيحه اليوم المشاركه الجزائريه من خطف المعدن النفيس في منافسه الكره الحديديه بعد تالق لطارق سكيري وشهرزاد شيباني في منافسه الرافه ثنائي مختلط، كما تمكنت ناديه جبري من خطف الميداليه الذهبيه في منافسه الرمي بالدقه في اللعب القصير. نتابع التصريح التالي. الحمد لله وفقنا ربي، وكانت شويه منافسه صعيبه شويه باسكو فريق تونسي يلعبوا بزاف مليح، كان شويه عندنا ضغوطات، بصح الحمد لله ربي كان معنا ووفقنا وربحناهم 8-5. الحمد لله يا ربي تحصلنا على الميداليه الذهبيه الصباح انا والثنائي ديالي زكريا طارق. منافسه قويه الصباح، الخصم كان قوي فريمون قوي، وبصح ربي سبحانه وفقنا، احنا كنا اكثر منهم الحمد لله يا ربي. وهذه العشيه تحصلت على الميداليه الفضيه، ما كانت احسن مني العشيه الحمد لله على الميداليه الفضيه. Je suis fier de ramener la médaille pour le peuple. Et nous avons les plus grands comment dire, spectateurs, c'est les plus beaux spectateurs, c'est l'Algérie. C'est le sport, c'est comme ça. Bravo à eux, ils ont bien joué. La pointeuse, t'as les Tunisiens, elle a vraiment bien pointé. Le tireur a été moyen, mais elle, c'est elle qui a fait tout le jeu. Mais bon, c'est comme ça, il faut être sportif, bravo à eux. Et on essayera de faire mieux la prochaine fois, Inch'Allah. الحديدية مشاهدينا الكرام، نختم نشرتنا الرياضية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.